أولا مناسبة باش نهني كل النساء جمعويات على هذا تنظيم هذا اللقاء اللي هو لقاء ديال التواصل اللي هو لقاء اللي هو في نفس الوقت حفل في الحقيقة اللي تساعد لضمان أو مواكبة كل مواضيع اللي عندها علاقة تمكين المرأة المغربية بجميع أنحاء المملكة. طبعا الحال من خلال هذا الورش كان الموضوع هو التعليم، وكان طرق واحد العدد طرقنا لواحد العدد ديال مواضيع اللي عندها علاقة أولا بالتعليم الأولي، عندها مواضيع بالفرصة الثانية، عندها مواضيع عندها علاقة بتكوين الأساتذة، عندها مواضيع بجودة التعليم. كل هذه المواضيع هي في صلب الاهتمام ديال الوزارة، لأن أيضا تتساعد باش نحسنوا من الجودة ديال التعلمات، وتتساعد لتمكين الفتاة داخل التلميذات داخل المدرسة باش يلقاو المكانة الخاصة بهم، ويكون واحد التكوين اللي هو في المستوى اللي يساعدهم في كل الحياة ديالهم ويرفع من القدرات ديالهم باش يواجهوا زعما كاين الحياة ديالهم في المستقبل.